يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده والسادسه، والتحيه واجبه في البدايه لكل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابع حلقه النهارده. افكركم في يوم من الايام المميزه جدا لكره القدم. النهارده في ماتشين من اصحاب المستوى الرفيع، ماتشين فيهم كل عناصر المتعه في كره القدم. العنصر الاول بشوف دايما يعني انه حاله الصراع اللي بتبقى موجوده في الملعب بين فرقتين عندهم نفس المستوى المتقارب او نفس المستوى من القوه، حاله الصراع دي بتخلق عند المشاهد حاله من المتعه، ودي يمكن السمه اللي بتميز اغلب ماتشات الدوري الانجليزي بصرف النظر عن مين فريق كبير ومين فريق صغير. لكن حاله الصراع دي موجوده طول ال 90 دقيقه، وتحس وانت بتتفرج كده انك انت بتنهج مع اللعيب. وحاله الصراع النهارده تمنها غالي شويتين، احنا بنتكلم على فرقتين تقريبا بيقدموا لنا 2 مليار دولار على ارض الملعب، ويمكن يزيد شويه عن 2 مليار دولار. المواجهه الاولى هتكون بين بي اس جي باريس سان جيرمان وريال مدريد في دور ال 16 لدوري الابطال. والفرقتين الحقيقه مدججين بالاسماء ومدججين بالنجوم وخصوصا طبعا بي اس جي، فدي هتكون مواجهه ناريه ينتظرها الجميع، واعتبرها كده مبدئيا نهائي مبكر، او يعني مباراه تكاد تكون نهائي مبكر، لان الفرقتين يستحقوا الحقيقه ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه. لكن النتيجه تكون لصالح مين، بوتشيتينو ولا انشيلوتي، ده اللي هنعرف الرد عليه النهارده، واتوقعها مباراه ناريه. لكن لو انت مالكش علاقه بقصه الفلوس والقيمه التسويقيه وتمن اللاعبين ومين النجوم اللي موجودين في الفرقتين، وبيمتعك ويكيفك قوي فكره التيم ورك، اللعب الجماعي، الكوره الجماعيه، الفريق اللي ما فيهوش نجم تقيل زي ليو ميسي ولا نيمار ولا امبابي، لكن في فرقه كلها نجوم، ويزيد عليهم شويه مدير فني قدير ومحترف ويمكن يكون الافضل على مستوى العالم النهارده، يبقى عينيك تروح على طول لمان سيتي اللي هيواجه سبورتنج لشبونه. ودايما ماتشات المان سيتي بيبقى فيها متعه وبيبقى فيها حلاوه وبيبقى فيها كوره وبيبقى فيها جماعيه الاداء اللي تمتعك برضو طول ال 90 دقيقه. الكلام ده عن تشامبيونز ليج اوروبا اللي بيرجع مره ثانيه، والبدايه مع الماتشين دول النهارده. قبل ما نروح طبعا للي يهمنا اكتر، هو تشامبيونز ليج افريقيا، واللي يبدا فيه الاهلي مشواره باذن الله يوم الجمعه اللي جايه في مواجهه الهلال في ملعب الجوهره الزرقاء بعد تجديده طبعا، لان الهلال حقيقه عمل مجهود كبير جدا. دايما يعني ذكرياتنا في ملاعب الكره السودانيه مش الافضل على الاطلاق، ويمكن حتى مواجهه الاهلي والهلال الاخيره بتحمل ذكريات ما كانتش لطيفه قوي. لكن في النهايه الهلال قدر ينجح في انه يطور من ملعبه ويخليه مطابق للمعايير اللي حطها الاتحاد الافريقي، وبالتالي ماتش الاهلي مع الهلال هيكون على ملعب الهلال الجديد او الملعب اللي تم تجديده بالفعل، ملعب الجوهره الزرقاء يوم الجمعه باذن الله. فرقه واقول لحضراتكم جدول فرقتنا من النهارده اللي رجعت مره ثانيه تتمرن، كان المفترض انه مستر موسيماني حاطط خطه انه الفرقه ترجع تتمرن وتستعد للمباراه بدايتها من امبارح، ولكنه ارتقى او شاف انه الفريق في حاجه ماسه، وهو الحقيقه محق في ده بشكل كبير جدا للراحه، فقرر انه يدي راحه كمان اضافيه امبارح، والنهارده ترجع الفرقه للتدريب، وهنروح للتدريب وهطمن حضراتكم على اخبار فرقتنا، واطمن حضراتكم كمان على سكواد الاهلي اللي هيسافر النهارده. معانا شويه اخبار حلوه ان شاء الله باذن الله فيما يتعلق بسكواد الاهلي المسافر، وبكره هيبقى في تمرين الصبح بدري، وبعد كده اللعيبه تركب الطياره الساعه 2 تقريبا عشان تسافر على السودان، تتمرن تمرينه واحده يوم الخميس قبل ما تلعب الماتش يوم الجمعه. كل التوفيق لابطالنا باذن الله. خليني ابدا مع حضراتكم حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. الاهلي بيستأنف تدريباته اليوم في التتش استعدادا للهلال السوداني، ومسحه طبيه لبعثه الاهلي استعدادا للسفر الى السودان. مران وحيد للاهلي في السودان قبل مباراه الهلال بدوري الابطال. والاهلي يكشف غدا تفاصيل تسويق عضويه النادي في الفروع الاربعه. اتحاد الكرة يخاطب الفيفا لتأجيل مباراة مصر والسنغال ل 29 مارس. ووزير الرياضة يتواصل مع وزير الداخلية بشأن ترتيبات مباراة مصر والسنغال. طيب نبدأ بقى بالكلام على ماتش الأهلي والهلال. مباراة في غاية الأهمية وفي غاية الصعوبة، واللي يمكن يعني زود من صعوبتها شويه مشاركه الاهلي في كاس العالم على مستويين. مستوى اول طبعا انك لعب ثلاث ماتشات تقال جدا، يعني انت في خلال اسبوع واحد من السبت للسبت من 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 5 ل 12 لعبت مع بطل المكسيك ولعبت مع بطل البرازيل ولعبت مع بطل السعوديه وبطل اسيا طبعا وبطل امريكا الجنوبيه وبطل امريكا الشماليه وبطل الكونكاكاف، بالتالي انت لعب ثلاث ماتشات تقال جدا، يعني ثلاث نهائيات دوري ابطال مثلا يعني لعبهم في خلال اسبوع واحد، وبترجع من السفر عشان تبتدي تلعب مباراه او تبتدي مشوارك في دوري الابطال بمباراه خارج ارضك.
وخارج ارضك مع فريق في الظروف الطبيعيه طبعا الهلال على ملعبه فرقه لازم تعملها مليون حساب، لكن اللي زود شويه من تعقيد الامور انه الهلال خسر ماتشه الاول، وده طبعا الاهلي كان مفترض يبتدي مشواره في البطوله دي قدام المريخ يوم 12 بس عشان شارك في كاس العالم المباراه بتاعت المريخ اتاجلت، لكن المجموعه بتاعتنا ابتدت تشتغل بالفعل، وما ميلدي سان داونز قابل الهلال السوداني وخسر منه بالفعل، الهلال خسر من ماميلودي سان داونز اول مباراه فبالتالي فقد 3 نقاط، وما عندوش فرصه انه يحافظ على يعني تذكره او فرصته في المنافسه على تذكره التاهل على المجموعه غير انه يعمل نتيجه ايجابيه قدام الاهلي على ملعبه، لانه لو ما عملهاش مع الاهلي قدام ملعبه هيعملها فين؟ فبالتالي خساره الهلال على ملعبه تضعف بشكل كبير جدا من قدرته على مواصله المشوار. في نفس الوقت اللي احنا بحساباتنا المنطقية برضو انه المنافس الرئيسي لينا على البطاقتين التأهل او على صدارة المجموعة لو احنا عايزين نتصدر المجموعة هو ماميلودي سان داونز اللي سبقنا الماتش وحصلته اوريدي 3 نقاط، فبالتالي انت عايز ما تتأخرش او ما تبعدش بدري عن المنافسة على صدارة المجموعة، وبالتالي عشان كده المباراة دي سواء من ناحية توقيتها او منها بره الارض او انها بعد كأس العالم بايخه في حساباتها شويتين، لكن اللي يطمننا برضو من نفس الوقت انه الحقيقه اهلي قدم مردود ومستوى ووصل لحاله ومستوى فني اكتر من رائع، وخصوصا في مشاركته الاخيره في كاس العالم، فاحنا رايحين ومعنوياتنا وحالتنا الفنيه والمعنويه في افضل حالاتها، وده اللي ان شاء الله باذن الله بنراهن عليه. الاهلي عمل مسحه طبعا زي ما حضراتكم عارفين اي رحله سفر في الخارج بيبقى في مسحه قبل رحله السفر واجرى مسحه الكورونا، وخلينا نطمن حضراتكم اكتر على تمرين دي طبعا لقطات من اجراء المسحه النهارده. خلينا نطمن حضراتكم كمان على سكواد الاهلي اللي مسافر، لان انا كنت طمنتكم وقلت لكم ان احتمال انه الشناوي وحسام حسن يكونوا جاهزين احتمال كبير جدا، وان هم يكونوا مع البعثه في السودان. خلينا نروح لزميلنا طبعا فاروق صلاح، يمكن التمرينه خلصت من دقائق نعرف منه اخبار التمرين النهارده وساعات الاهلي بشكل عام، ونسال على الشناوي وحسام حسن وسكواد الاهلي بشكل كامل. فاروق مساء الخير. طبعا كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كان نتكلم عن تمرينه النهارده، وخصوصا انه الاهلي ما عندوش غير 3 تمرينات يمكن قبل مواجهه الهلال ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. اطمن منك في البدايه على الشناوي وحسام حسن اللي كنا ذكرنا انه في احتمال كبير جدا ان هم يكونوا موجودين مع الفريق في السودان لمواجهه الهلال ان شاء الله. يعني خليني في البدايه زميلي احمد يعني تسمح لي ان انا يعني انوه للكلام المهم جدا اللي انت قلته في بدايه الكلام على اهميه وصعوبه المباراه. طبعا مباراه زادت صعوبتها طبعا مع طبعا توالي المباريات النادي الاهلي، خاصه تخط 3 لقاءات امام مونتيري وبالميراس والهلال السعودي، ثم ايضا فوز فريق الهلال السوداني على ماميلودي سان داونز بهدف تيمبا زواني، واضيف ليها ايضا حضور الجماهير المقرر طبعا حضوره من جانب فريق الجماهير الهلال السوداني. طبعا مباراه بتبقى صعبه جدا في وجود جمهور السودان، لكن رهاننا طبعا بيبقى على شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي بتبقى حاضره في اغلب هذه المباريات. طبعا النهارده انطلاق المران، عندنا اكتر من شق هنتكلم فيه مران النهارده، وايضا نطمن على الشناوي حسام حسن بيرسيتا، وعندنا كتير يعني ملفات كتير النهارده زميلي احمد هنتكلم فيها. خلينا اكلمك على المران النهارده، طبعا اجراء المسحه الطبيه كالبروتوكول المعتاد قبل السفر، مسحه طبيه للاعبي النادي الاهلي النهارده، ثم كان المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وخليني اقول لك ان المعنويات مرتفعه جدا عند مستر بيتسو موسيماني. يعني من ملامح مستر بيتسو موسيماني تقدر تقول ان الفتره اللي جايه والفتره الحاليه خلاص في ثقه في هدوء، خلاص كتير جدا الملفات اللي تم اثارتها في الفتره الاخيره اغلقت تماما، ارتاح نفس المستر بيتسو موسيماني ايضا في كلامه في حديثه، تقدر تقول كل الامور ان شاء الله مهيئه في الاعداد النفسي للاعبي النادي الاهلي. ثم انطلاق المران النهارده، حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للتدريب ومتابعته لجزء من المران، طبعا كان ليه حديث مع مستر بيتسو موسيماني وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ، كلها امور تقدر تقول تنبا ان شاء الله بالجاهزيه النفسيه للاعبي النادي الاهلي، وايضا الجاهزيه الفنيه والبدنيه اللي شفناها في المران النهارده، وتالق عدد كبير جدا من اللاعبين
ومن هنا زميلي احمد انا عايز اشيد بنقطه مهمه جدا يعني برضو في يعني من هذا الامر من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، عايز اشيد بالحاله البدنيه اللي على لاعب النادي الاهلي. في واحد من الجنود اللي مش هقول الجنود المجهوله في الجهاز الفني للنادي الاهلي وهو كابيلو، كابيلو مخطط الاحمال في النادي الاهلي. الحاله البدنيه بظل طبعا انت يعني لو استعرضنا المشوار من البطوله بانطلاق الدوري والبطوله بطوله العرب ثم كاس الامم الافريقيه ومشاركه لاعب النادي الاهلي ثم التحاقهم بكاس العالم للانديه وبدايه المشوار النادي الاهلي، كان امور صعبه جدا. اللي فرق في مع النادي الاهلي في هذه الامور الجانب البدني اللي واقف عليه لعيبه النادي الاهلي. النهارده طبعا الحاله البدنيه اللي عليها اللاعبين العناصر المنضمه او محمد عبد المنعم اللي موجود بنشوفه بحاله بدنيه عاليه، ايضا حسين الشحات، عمرو السوليه، حمدي فتحي، ديانج، مش عايز ان انا يعني انسى حد من اللاعبين، كل اللاعبين ان شاء الله جاهزين. النقاط المهمه اللي زميلي احمد انت اثرتها بخصوص الشناوي وخصوص الشناوي وحسام حسن، خليني أكد لك إن شاء الله الشناوي يعني قبل انطلاق المران كان ليه حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والدكتور أحمد أبو عبلة، قال لي خلاص الأمور بالنسبة لنا جاهزة طبيًا وهنأكد بعد المران مع ختام قبل يعني قبل ختام المران. شفت الشناوي بيجري الوحدة التدريبية مع مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، خليني أكد لك إن شاء الله الشناوي بإذن الله هيكون موجود مع فريق النادي الأهلي في رحلة السفر إلى السودان. أيضًا حسام حسن اللي ظهر النهارده وشارك في المران بصورة كاملة، وباذن الله ايضا حسام حسن يكون موجود مع الفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. ايضا على هامش المران كان بيرسي تاو، خليني برضو من الاخبار الساره ان بيرسي تاو النهارده ولاول مره بينزل للتدريبات، ولكن يعني بيتمرن بتدريبات منفرده بالكره، لكن هو خلاص في ختام المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي ان شاء الله. زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله ان هو خلال عقب العوده ان شاء الله من مباراه الهلال السوداني بيرسي تاو هيكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. ايضا على هامش المران كان موجود اكرم توفيق، اكرم توفيق عقب العوده طبعا واجراء جراحه نجح في الرباط الصليبي، النهارده الدكتور احمد ابو عبله كان بيطمن عليه وبيتابع سير الامور. خلال ثلاث ايام من المقرر ان شاء الله سفر اكرم توفيق الى الدوحه لبدء البرنامج التاهيلي في احد المراكز الطبيه في الدوحه طبعا، وتنسيق تم ما بين اداره النادي الاهلي لتيسير هذا الامر، وهيشهد ايضا عوده محمود متولي. ايضا الدكتور احمد ابو عبله من المقرر انه يرافق ان شاء الله عقب العودة من مباراة الهلال السوداني هيرافق عمار حمدي والتوجه إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي الخاصة بعمار حمدي، واللي أيضا من المقرر أنه يستكمل البرنامج التالي أيضا في الدوحة مثل اللاعب أكرم توفيق. فريق غدا بإذن الله زميلي أحمد هيأدي مرانه في تمام الساعة 9:30 صباحا، ثم التوجه إلى مطار القاهرة ومن ثم الإقلاع في تمام الساعة 2:30 والتوجه إلى السودان. طبعا بعثة النادي الأهلي بترأسها الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. كل يعني الامنيات الدعوات ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه وتكون بدايه موفقه جدا لفريق النادي الاهلي. زميلي احمد انا موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل. بشكرك شكرا جزيلا، يمكن انت لخصنا كل التفاصيل الخاصه بتحضيرات وساعات الاهلي النهارده، وخليني اقول لحضراتكم انه ترتيب المجموعه حتى اللحظه سان داونز في مقدمه المجموعه طبعا برصيد 3 نقاط نتيجه فوزه على الهلال، والهلال بيتزايد المجموعه بصفر من نقاط. المركز الثاني والثالث الاهلي والمريخ لان هم ببساطه شديده جدا ما لعبوش، ومنتظر ان شاء الله بعد مواجهه الاهلي والهلال يوم الجمعه مماليدي سان داونز هيلعب مع المريخ يوم السبت، وبالتالي هتبتدي تبان ملامح المجموعه اللي لسه ما ظهرتش لغايه دلوقتي. كل التوفيق لو الاهلي ان شاء الله عمل نتيجه كويسه وقدر يرجع من السودان ب3 نقاط يبقى قطعنا شوط كبير جدا وقدمنا كده بدايه موفقه في البطوله. خليني اقول لحضراتكم انه منتظر كمان يعني في المباراه دي، المباراه هتتلعب الساعه 3 العصر تقريبا او 3 الظهر يعني بتوقيتنا هنا في القاهره، وده نفس ميعاد التمرين الاخيره للاهلي في ملعب المباراه يوم الخميس، بس منتظر انه المباراه دي تشهد حضور يعني حسب ما اكد مسؤولي الهلال السوداني في حوالي تمت الموافقه على السماح لحوالي 25,000 من جماهير الهلال لحضور المباراه. طيب النهارده الحقيقه كمان يمكن ده خبر يعني يبسط ويسعد كل الناس العاشقه اللي كان النادي الاهلي وبتحلم بانها في يوم من الايام تكون من اعضائه. بكره ان شاء الله باذن الله الاهلي بيعقد مؤتمر صحفي هيكون الساعه 5 مساء بواحد من فنادق القاهره بالمشاركه مع شركه فاليو، وهي بالمناسبه يعني يمكن شركه
من الشركات اللي يعني انتشرت او ظهرت في السوق المصري من سنوات بسيطة، لكن بقى ليها يعني دور كبير جدا في تقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة جدا على كل المستويات، وعندها قدرة الحقيقة على التمويل بشكل كبير جدا. بكرة إن شاء الله هيبقى في مؤتمر بالشراكة مع شركة فاليو، وبحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من السادة مديري القطاعات، وده عشان يتم الإعلان في المؤتمر ده عن كل ما يتعلق بتسويق عضويات النادي الأهلي الجديدة في الفروع الأربعة الخاصة بالنادي. مؤتمر طبعا بيقام في إطار خطة كبيرة جدا، حضراتكم عارفين إنه الأهلي طبعا في السنوات الأخيرة قدر يعمل طفرة على كل المستويات، منها ويمكن أبرزها الحقيقة أبرز ملامحها كانت متعلقة بتطوير البنية التحتية وزيادة عدد أفرع النادي. وفي السياق ده النادي استثمر مبلغ ضخم، يعني أعتقد تجاوز المليار ونص مليار جنيه، يعني أو وصل حوالي مليار و600 مليون جنيه، وبالتالي في خطة وفي رؤية حاططها مجلس الإدارة عشان يتم تسويق الإمكانيات دي بشكل يتناسب طبعا مع الاستثمارات الضخمة اللي ضخها النادي في خلال السنوات الأربعة الأخيرة. وطبعا ومجلس إدارة النادي وشركة فاليو وجهوا دعوة طبعا لعدد كبير جدا من وسائل الإعلام والصحافة وقيادات النادي، وبعض طبعا الشخصيات العامة والشخصيات المتخصصة في مجال التسويق الرياضي، عشان يحضروا المؤتمر اللي هيتم الإعلان فيه عن كل التفاصيل بكرة إن شاء الله. ومن ناحيته طبعا عضو مجلس إدارة محمد غزاوي المشرف على الملف ده قال ان المؤتمر بكره ان شاء الله باذن الله هيطرح رؤيه النادي بالتعاون مع شركه فاليو عشان يقدموا الرؤيه المتعلقه بعضويات تسويق عضويات النادي الاهلي سواء في الداخل او في الخارج، واكد انه ده واحد من الافكار الجديده اللي هدفها انها تحقق تقدم ملموس جدا بشكل يتناسب طبعا مع الطفره اللي بتشهدها النادي الاهلي على كل المستويات في الفروع الجديده والتطوير اللي حصل في البنيه التحتيه وعلى مستوى طبعا خليني اقول الطفره الانشائيه اللي حصلت في النادي في كل فروعه الحقيقه، واللي خدت النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. طيب عندنا مشكله بقى، يعني مشكله برضو يعني الحقيقه يمكن الواحد بقى بيسال نفسه والناس القائمه على ترتيب، واحنا لو بنعمل دوره رمضانيه بنعرف نعمل جدول ماتشات، وبنعرف نعمل لو بنعمل دوره في الشارع حتى يعني بنعرف نعمل جدول ماتشات ونقسم وبشكل يتناسب مع قدرات الناس اللي بتشارك في البطوله، لكن يحصل تخبط زي اللي حصل مع الاهلي في كاس العالم، والحمد لله قدرنا نتخطى ده بشكل كبير جدا وننجح فيه بشكل كبير جدا. ما بين تنسيق بين بطوله بحجم كاس العالم للانديه بينظمها مين؟ مش اتحاد محلي ولا اتحاد قاري، ده بينظمها الاتحاد الدولي، اكبر كيان مسؤول عن اداره كره القدم في العالم، وبطوله افريقيا اللي تعتبر اهم واكبر بطوله على مستوى قاره افريقيا، انه ما يتمش فيه تنسيق دي علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا. ولما تيجي تحاول تجاوب عليها هتجد سيناريوهات سيئه جدا جدا جدا، وممكن تشكك في 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 عنصريه، ممكن تشكك في حاجات كتيره جدا الحقيقه، تشكك في نظره دونيه للكره الافريقيه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه، وكان ليس لها اي اعتبار من اي نوع. واشك ان الاتحاد الدولي كان ممكن يجرؤ انه يعمل حاجه زي كده مع الاتحاد الاوروبي او اتحاد امريكا الجنوبيه، على الرغم من النادي الاهلي مش بس كممثل يعني لقاره افريقيا ومصر في البطوله، لكن على الرغم من تواجد النادي الاهلي في البطوله دي يضمن نجاح البطوله جماهيريا، وده اللي انتم شفتوه. يعني بص مع كامل احترام لتشيلسي، واحنا بنتكلم عن تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا، ومع كامل احترام لبالميراس وهو بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل، لكن شوف حجم التواجد الجماهيري للانديه دي، مش هكلمك بقى على بعد كده يعني بقيه الانديه المشاركه، ومش في البطوله دي بس، في كل البطولات حتى لما كانت في اليابان. وبالتالي نادي بيضمن لك نجاح البطوله جماهيريا بشكل كبير جدا، لابد انه وانت بترتب البطولة تحط ده في الاعتبار. لكن كمان حتى على مستوى ماتشات مصر في كاس العالم، يعني انا مش فاهم يعني على اي اساس. هو طبعا الكاف رد انه المواعيد اللي تم تحديدها هي مواعيد مبدئيه، الماتشات دي كانت المفترض ان احنا لما كنا بنتكلم عليها كان ماتش القاهره هيتلعب 23، ماتش الدكار يتلعب 29، لكن الفيفا بلغ انه الماتشين هيتلعبوا 25 و 28، تلعب في القاهره 25 واكيد طبعا هتسافر تاني يوم، فتسافر 26 تقعد 26 27 تلعب السنغال 28. طب ازاي وليه؟
اتحاد الكرة الحقيقة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد كرة القدم المصري، خاطب بالفعل الفيفا عشان يتم تأجيل ماتش العودة بين مصر والسنغال، الماتش اللي هيتلعب في داكار لمدة يوم واحد على أقل تقدير، بحيث إنه يبقى في فرصة عند المنتخبين. بالمناسبة ده شيء ما يخصش المنتخب المصري بس، ما هو المنتخب السنغالي هيبقى جاي عندنا هنا في القاهرة وراجع معانا على السنغال، فبالتالي المساحة اللي بين الماتشين أعتقد هتكون صعبة جدا على الفرقتين إن هم يلعبوا مباراتين في خلال فترة 3 أيام بينهم وبعض، ومباراتين في منتهى الأهمية. فكان من المنطقي الحقيقة إنه يتم طلب تأجيل المباراة العودة عشان يبقى في فرصة كافية للفرقتين ان هم يستعدوا ليها. والكاف يمكن رد قال انه المواعيد اللي حددها الفيفا مش مواعيد نهائية وهيتم مناقشتها في الاسبوع اللي جاي، وكل الطلبات اللي هتقدمها للاتحادات الاهلية او الاتحاد المحلي في الدول اللي هتلعب المرحلة الاخيرة من التصفيات هيتم النظر ليها بعين الاعتبار، وده اللي نتمناه. ما اعتقدش ان احنا في حاجة ان احنا يعني ان يكون في مفاجأة من النوع ده، مفاجأتين من العيار ده يدوشوا بصراحة. نروح لماتش القاهرة بقى، او يعني خلينا نقول بشكل نهائي المباراه هتتلعب في الاستاد القاهره، ومفترض انه شركه تذكرتي اللي كانت نظمت عمليه الدخول وحضور الجماهير في بطوله كاس الامم الافريقيه اللي نظمتها مصر، وكانت تجربه اكتر من ناجحه، واعتقد انها ساعدت بشكل كبير جدا في تنظيم عمليات الدخول وفي راحه المشاهد وفي قدره المنظومه الامنيه على السيطره على الامور بشكل كبير. واعتقد ان المظهر كان مشرف جدا، وانه اللي راح وتفرج وتابع واستمتع هم جماهير الكرة اللي رايحة تتفرج على كرة وتشجع كرة وتستمتع بكرة. وأتمنى أن التجربة دي يعني ينظر ليها بعين الاعتبار في مباراة الدوري المحلي أو البطولات المحلية بشكل عام، وخصوصا الدوري، وخصوصا كمان مع نجاح التجربة المبدئية اللي عملناها السنة دي أنه يبقى يدخل 1000 واحد في كل مباراة. فأتمنى الحقيقة أنه نستغل ده كمان في أن احنا نزود عدد الجماهير. جماهير في الكرة متعة، والماتشات من غير جمهور فقد جزء مهما كان مين في الملعب، مهما كان المستويات اللي بتتقدم، مهما كانت قوة المنافسة، بدون وجود جمهور في الملعب في حاجة، في جزء كبير من المتعة ناقص. لكن على كل الأحوال ده مش هيحصل في ماتش مصر والسنغال إن شاء الله. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل بالفعل مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واتكلموا واتناقشوا في ما يتعلق بموضوع ماتش مصر والسنغال، مباراة يمكن تكون الأهم على مستوى السنة دي كلها، وبالتالي ومع خصم محترم جدا هو اللي واجهنا فيه، هو بطل افريقيا، والحقيقه منتخب لازم تحترمه، يعني لازم تقول انه منتخب السنغالي منتخب قوي جدا، ومنتخب يستحق عن جداره الحقيقه ان هو يكون بطل افريقيا. صحيح زعلنا ان احنا ما كسبناش البطوله، لكن حتى لو كنا كسبنا البطوله برضو لازم كنا هنقول عشان نبقى موضوعيين ان احنا محتاجين شغل كتير. روح عادت والشخصيه واحساس اللعيبه بتشيرت منتخب مصر، كل ده ما حدش يقدر يشكك فيه، كل ده مكاسب من مكاسب البطوله. لكن كوره لا، لسه قدامنا كتير جدا، لكن في النهايه الفرصه قائمه، واعتقد ان الجمهور المصري في حاله حضوره يكون عامل فارق كبير جدا في المواجهه الصعبه دي، ويحقق لنا باذن الله نتيجه تطمنا قبل ما نروح لمباراه موقع الدكار، لانه ماتش السنغال او مباراه العوده في السنغال هتكون مباراه صعبه جدا وقاسيه جدا، من وجهه نظري مش هيخفف منها الا انك انت تعمل نتيجه محترمه هنا تطمنك لحد كبير. ومفترض برضو انه شركه تذكرتي هتقوم هي بتنظيم عمليه دخول الجماهير في المباراه، فمنتظر ان شاء الله انه العدد يكون كبير جدا، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح اتوقع يعني انه مش هيقل عن 40 او 50 الف مشاهد. طيب قبل ما نكمل مع حضراتكم خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستكمل فقراتنا وموضوعاتنا مع حضراتكم في السادسه. في تجارب بيتقال عليها تجارب ملهمه، ودايما منتظر من القوى العظمى في كرة القدم انها تقدم مردود قوي وتكون حاضرة لمنافسة في اي بطولة كبرى، لكن لما يحصل ده من القوى الصغرى وتكون حاضرة بقوة وتقدم مستويات اكتر من رائعة، لابد ان احنا نقف ونحيي ونحترم ونقدر حجم المجهود المبذول والرؤية، ونحاول نفهم ازاي الناس دي قدرت تتحرك لقدام وتخطط. ويمكن لو بصيت مع حضراتكم لبطولة امم افريقيا الاخيرة، لابد ان انا الحقيقة احيي جدا كل القائمين على منظومة كرة القدم في بوركينا فاسو اللي قدموا مردود أكتر من رائع ونجحوا في وصول الدور قبل النهائي. لابد أن أنا أحترم جدا تجربة جامبيا اللي كانت بمثابة حصان أسود في البطولة، غينيا الإستوائية اللي قدمت مردود أكتر من رائع، وكلها منتخبات ما عندهاش تاريخ كبير لكنها كانت حاضرة وبقوة في البطولة، وكان عندها قدرة على أنها تلعب ماتشات مهمة جدا وتحقق نتائج كويسة جدا قدام عمالقة أفريقيا. وبالمناسبة دي هيكون معانا البلجيكي توم سانفيت المدير الفني
لمنتخب جامبيا لكرة القدم، وهو بالمناسبة مدير فني بلجيكي. طبعا بداية بشكرك على ظهورك على شاشة الأهلي وعلى وجودك معنا في السادسة، وأهلا بيك. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا لاستضافتي. من دواعي سروري ومن دواعي الشرف أن أتواجد معكم على قناة النادي الأهلي العظيم. الأهلي نادي كبير وأظهر قوة كبيرة في كأس العالم للأندية في الإمارات، فريق قوي جدا ومدير فني قوي جدا، مبروك لكم على هذا الأداء. طيب بداية خليني أعرف إيه اللي شجعك أنت شخصيا على أنك أنت تاخد قرار أنك تتولى مستوى تدريب منتخب جامبيا، وازاي شفت التجربه وازاي قدرت تخطط انك انت تطور مستوى المنتخب الجامبي بالشكل اللي ظهر بيه في بطوله افريقيا؟ حسنا شكرا لك. في يوليو 2018 توليت مهمه تدريب جامبيا. كانت جامبيا في مركز متأخر في التصنيف العالمي. جامبيا الآن لم تكن قد لعبت مباراة خلال 5 سنوات، وكان الأمر صعب جدا بالنسبة لي. خمس سنوات بدون انتصار واحد، فكانت مهمة صعبة جدا. فأعتقد أني قمت بالفحص على الإنترنت وبحثت كثيرا. من سبتمبر 2019 أمام الجزائر، وحينما أيضا واجهنا بنين، كان الأمر صعب جدا علي حينما توليت المهمة، ولكن تحدثت مع المسؤولين في الاتحاد الجامبي وقاموا بالفعل بتنفيذ كل المتطلبات التي سألتهم، ولكني بالفعل لدي العديد من المواهب الشابة، والأهم من ذلك هو التنظيم الذي تحلى به الفريق على أرضية الملعب. لدي فريق جيد جدا على المستوى الفردي من الناحية البدنية، فريق منظم جدا من الناحية الدفاعية، منظم جدا من الناحية الهجومية، فريق متكامل من وجهة نظري، وكان هذا هو الأمر الأهم لنواجه الفرق الكبيرة ونقع في مجموعة صعبة في بطولة إفريقيا، وقد أدينا بالفعل أداء جيدا كما لاحظ الجميع. بعد العروض القوية اللي قدمها المنتخب الجامبي في البطولة، هل في عروض للعيبة جامبيا للاحتراف الخارجي، وهل أنت شخصيا تلقيت عروض سواء من داخل إفريقيا أو من خارجها لتولي مسؤولية تدريب في أندية أو منتخبات إفريقية؟ نعم بالطبع. بالنسبة للاعبي، تلقى اللاعبين العديد من الاتصالات من وكلاء اللاعبين. عمر كوري تلقى من سامدوريا، ولدي لاعبين بالفعل يلعبون في دوريات قوية في أوروبا، ولكن العديد من اللاعبين المحليين تلقوا العديد من العروض في السعودية وفي إيطاليا، والعديد من اللاعبين التي تلعب في دوريات أدنى تلقت العديد من العروض من دوريات قوية. وبالنسبة لي ترددت بعض الشائعات، واسمي تردد في العديد من البلاد مثل تونس وأيضا في غانا وبعض الأندية الأوروبية وبعض الأندية في الخليج كقطر والإمارات والسعودية، ولكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، كلها شائعات. أنا أركز الآن مع منتخب جامبيا، أنا أركز الآن أن نصعد لكأس العالم، وأركز معهم. أنا أرفض كل العروض الآن في هذه اللحظة، تركيزي الأهم على جامبيا، ولا يوجد أي شيء جدي حتى الآن. تقييمك للبطولة بشكل عام من ناحية المستوى الفني، من ناحية قدرة الكاميرون على استضافة البطولة، من ناحية جاهزية الملاعب، من ناحية ملف التحكيم، إزاي شفت بطولة الكاميرون 2021؟ Yeah, it's difficult.
حسنا، هذا الأمر صعب جدا أن نحكم عليه. من الصعب أن تذكر السلبيات، سامحني سأذكر فقط بعض الإيجابيات. الملاعب كانت جيدة بالنسبة لنا، المناخ كان جيدا، كان يوجد العديد من المشجعين في المدرجات. من جامبيا كان يتواجد من 6,000 إلى 10,000 في كل مباراة لنا. في كنا نلعب في مدينة دوالا، كانت مدينة قريبة، فبالتالي كان الأمر. وبالنسبة لنا الفنادق كانت جيدة نوعا ما. أعتقد أن الملاعب في دوالا لم تكن جيدة لكل الفرق المشاركة، ولكن بالنسبة لنا كان الأمر جيد، كان يمكن أن يكون أفضل بالنسبة للجميع، ولكن في المجمل البطولة كانت جيدة بالجمهور. التنظيم كان احترافي نوعا ما، لكن لم يوجد بعض التحكم في الجماهير خارج الملعب، ولكن على العموم التنظيم كان جيد، ولا يوجد الكثير أذكره بخصوصه. إذا كنت تابعت مباريات المنتخب المصري في البطولة وخصوصا المباراة النهائية، ويعني أنت أكيد تعرف أنه المنتخب المصري هو الفريق الوحيد اللي يعني واجه مشوار صعب جدا عشان يوصل للمباراة النهائية، والتقى بكبار افريقيا بدايه من كوت ديفوار مرورا بالمغرب ثم الكاميرون ونهايه السنغال. يهمني اسمع وجهه نظرك الفنيه، ايه اللي كان ينقص المنتخب المصري عشان يتمكن من تخطي السنغال في المباراه النهائيه ويحقق اللقب؟ حسن، انا احب فريق مصر، المنتخب المصري جدا. اعرف كارلوس كيروش من 2012 حينما كنت في الكويت، كنت ادرب منتخب اليمن، وكان لدينا معسكر في الكويت، وكان مستر كارلوس كيروش مدير فني لمنتخب ايران، وكان معي في نفس المدينه. هو مدرب رائع، شخص رائع على المستوى الشخصي، وايضا اعتقد انه ادى بشكل جيد في البطوله. العديد من الاراء توقعت الجزائر، توقعت الكاميرون، توقعت نيجيريا، توقعت السنغال لتكون في المربع الذهبي، ولكن وهذا لان هذه الفرق لديها الجوده العاليه، ولكن مصر الان لديها افضل لاعب في العالم، لديها محمد صلاح. فاعتقد ان مصر ادت بشكل جيد. مصر من اكبر الاسماء في افريقيا ان لم تكن الاكبر. أعتقد أن المباراة حينما وصلت إلى ركلات الترجيح كان الأمر صعب جدا. إذا نظرت إلى مستوى نيجيريا والجزائر وغانا وتونس، ستجد أن العديد من الفرق قد خرجت بالفعل، العديد من الفرق خسرت قبل الصعود لنصف النهائي، لم تبلغ النهائي، لكن مصر تغلبت على الكاميرون في الكاميرون. هذا أمر كبير. الأمر احتاج لفقط لقليل من الحظ أمام السنغال. لاعب السنغال أيضا فريق كبير، ولعب في بطولة عام 2019 في مصر أمام الجزائر، وكان على وشك الفوز بالبطولة، وربما الخبرة فرقت لصالح فريق السنغال، وربما هذا هو العنصر الذي يحتاجه الفريق المصري، واحتاج ايضا الكثير من الحظ امام السنغال. نصيحتك والفرقتين هيتقابلوا في مواجهه مهمه جدا للحصول على تذكره التاهل لكاس العالم الشهر المقبل، نصيحتك لكارلوس كيروش ولمنتخب مصر لتجاوز عقبه السنغال، ايه اهم نصيحه تحب توجهها لكارلوس كيروش؟ أعتقد أنه أدى بشكل جيد. أعتقد أنه تعامل مع جودة لاعب السنغال بشكل جيد في النهائي. أعتقد أن كارلوس كيروش استطاع أن يصل بالنتيجة ل0-0 في النهائي لمدة 120 دقيقة، ولكن إذا استطعت أن تلعب بقوة وبشجاعة في مباراة العودة في السنغال، الأمر سيكون مهم جدا للاعب المنتخب السنغال. أعتقد أن منتخب مصر يستحق التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر. أعتقد أن خسارة النهائي من السنغال ربما تكون حافزا للفريق المصري، لأن فريق السنغال الآن سعيد بالفوز، ولكن أعتقد أن مصر يجب أن تلعب بنفس الطريقة، بنفس الروح. أعتقد أن المنتخب المصري
منتخب المصري قادر على استيعاب قوة منتخب السنغال. منتخب السنغال لم يبلغ منتخب مصر لم يبلغ المرمى السنغالي إلى 3 مرات، ولكن الربح التي تحلى بها الفريق جعلته لم يخسر في المباراة النهائية. هسيب معاك جامبيا ومصر والسنغال وأفريقيا كلها وأروح معاك لبلجيكا. وانا شخصيا من الناس اللي يعني بتعشق اسكواد المنتخب البلجيكي، وبشوف انه يستحق انه يكون على منصه التتويج متى يحقق منتخب بلجيكا بطوله كبرى. الو أعتقد أن بلجيكا هو واحد من أكبر الفرق في العالم الآن، وهو كان أفضل فريق في العالم في 2018. كان لدينا الفريق المؤهل بالفعل في كأس العالم في روسيا ليكون بطل العالم، ولكن خسرنا أمام فرنسا في قبل النهائي. لكن الآن الفريق أي نعم جيد، ولكن ليس نفس الفريق الذي كان من قبل. اللاعبين المميزين كفينسنت كومباني فيرمايلن، كان لدينا ايضا هازارد الان يكافح ضد الاصابات، لدينا دي بروينا، ولكن الفريق الان لا اعتقد اننا نستطيع ان نكون رقم واحد في البطولات الكبرى، وخصوصا في قطر في كأس العالم. اعتقد اذا وصلنا لربع النهائي سيكون الامر جيد، ولكن إذا كان لدينا فريق كما كان في 2018 فأظن أننا كنا سنتأهل. البلجيكي توم سينفيت طبعا مدير فني لمنتخب جامبيا، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك في الفترة اللي جاية، وخصوصا الحقيقة أنك قدمت تجربة مهمة جدا وملهمة في نفس الوقت مع منتخب جامبيا، مع شيكو واحد من نجوم الجيل الذهبي للنادي الأهلي اللي غاب يمكن لفترة طويلة جدا. بنوعد حضراتكم بفقرة مهمة جدا فيها كتير من النوستالجيا وفيها كتير من الكلام على الأهلي في بداية الألفية اللي حقق فيها إنجازات كتيرة جدا، قبل ما نروح طبعا لماتش الهلال وبداية مشوار جديد في الشامبيونز ليج. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة. ده الجيل اللي كان منايم أفريقيا كلها من المغرب، وكنا بندخل أي مباراة مع أي حد بنسأل الأهلي هيكسب النهاردة كام، مش الأهلي هيكسب ولا لأ. وبيتهيالي أنه السنتين اللي فاتوا دول حسسونا أنه الأهلي ده راجع تاني بجيل جديد. معانا واحد من افراد الجيل الذهبي الحقيقه ونجومه، محمود شيكو، اللي غاب يمكن لفتره طويله جدا والنهارده بيرجع تاني ويظهر على شاشه نادي الاهلي بيته. طبعا كابتن محمود شيكو مساء الخير واهلا بيك. مساء النور يا كابتن. الحمد لله على السلامه. الله يخليك، الله يسلمك، وسعيد ان انا متواجد مع حضرتك وموجود في قناه النادي الاهلي. مبروك البرونزيه. انا عارف انك انت يعني يمكن بقالك غايب عن مصر فتره، لكن خليني ابارك لك طبعا على فوز الاهلي ببرونزيه كاس العالم للمره الثالثه في تاريخه. مبروك لجمهور النادي الاهلي وجهازه وادارته. يعني هو النادي الاهلي دايما يعني مش جديد عليه، بس يمكن هو النادي الاهلي دلوقتي حاطط الناس كلها في حته معينه، اللي هي الناس بدات تطمع. يعني كل الناس دلوقتي بتقول احنا ليه ما ناخدش البطوله؟ فدي حاجه كويسه. طبعا انا شايف ان دي حاجه طبعا. من ذئاب الجبل للاهلي، مظبوط؟ في صفقه اعتقد تدخل فيها كابتن صالح سليم؟ لا، هو كابتن ولا صالح سليم قال جمله اتقالت، كان كابتن عدلي القيه هو اللي حكى لي الموقف ده، يعني ان هو بيقول يعني في مره من المرات كده هو بيتفرج قال الولد ده كويس فجيبوه النادي الاهلي. فهي الصفقه حصلت تبادل مع كابتن محمد عبد الله نجم الاسماعيلي. المشوار كان طويل بقى شويه من المقاولين للاهلي للاسماعيلي. بس انت كان عندك حلم اساسا انك انت تلعب في الاهلي؟ طبعا انا اهلاوي من يعني العيله كلها اهلاويه، يعني والدي ووالدتي. يوم ما جالك خبر ان الاهلي عايزك في قمه سعادتي. طبعا كنت في قمه سعادتي، رحت انا ووالدي وساعتها مضينا على بياض، يعني كان والدي قال لهم ده ابنكم. ف دي حاجه يعني اي حد يتمنى ان هو يبقى موجود في. ايه اللي غير او ايه اللي اتغير في محمود شيكو في الفتره اللي لعب فيها للنادي الاهلي؟ يعني هتكلم معاك عن البطولات طبعا، وهتكلم انت جيل مميز جدا، انت لعبت مع باراكوتا ومع تريكا ومع حسن مصطفى ومحمد فضل ومحمد شوقي وسيد معوض اعتقد لعب، صح مظبوط، احمد سيد النحاس واسلام الشاطر وشاد محمد كتيبه، يعني ايه جيل فعلا زي ما حضرتك كنت لسه بتقول. يمكن انا بدايتي
انا اصل يعتبر انا برضو يعني من قبل ما العب كوره من محبي وعشاق النادي الاهلي. ف يعني يمكن زي الجمهور. فلما كنت اول ما ابتديت ادخل النادي الاهلي كان في زي ما تقول خضه برضو كده. يعني كنت بلعب في المقاولين بس هي. يعني ما عادش في المقاولين كتير. وكنت وصلت المقاولين انا يعني كنت وصلت في المقاولين مستوى ما شاء الله. يعني كنت يعني قعدت لعبت سنتين في الفريق الاول بعد كده حصل انتقال. حظي كان كويس. انا شايف ان حظي كان كويس في الانتقال لان كان النادي الاهلي ونادي الزمالك كانوا دايما الاثنين كانوا موجودين في معسكر واحنا كان عندنا ماتش مع المقاولين والاسماعيلي في اسماعيليه. فكانوا بيتفرجوا يعني. حتى موقف اتحكى لي من شيتوس من وائل الرياض برضو كان كابتن هادي خشب معاه في المعسكر وبيتفرجوا على الماتش بتاعنا بتاع المقاولين والاسماعيلي. فالماتش ده يعني انا فوجئت بادائي اصلا. يعني كنت حاجه كده زي سوبرمان. انا كنت فوجئت انا اتخضيت حتى ازاي انا كده كويس في الماتش ده. فشيتوس قام مكلمني قال لي وانا بتفرج انا كابتن هادي خشبه قال لي كابتن هادي خشبه قال له الولد ده هيجي النادي الاهلي. فكان الاداء حتى كان في مذيع تاني يوم وهو بيتكلم كان اتكلم برده جاب سيره اللي كان امبارح شفنا ان في فلان الفلاني كان ادى بمباراه كويسه. فنقلتي للنادي الاهلي بقى كانت مختلفه تماما. فالجيل اللي انا كنت اللي حضرتك بتتكلم عليه ده وانا كنت موجود فيه وانا مبسوط واتشرف ان انا كنت معاهم. يعني لما كنا بنبقى نازلين المباراه احنا فعلا او انا احساسي وانا شايف المجموعه دي شيكو يعني اول ما دخلت الاهلي بس انت بتتكلم برضو على سكواد يعني يعني كلهم على دوله. انا شايف ان يعني هي بتبقى انا شايف ان حظي كويس وفي نفس الوقت مش حلو لسبب. احنا زمان كان في موضوع الليبرو شويه دلوقتي ما بقاش موجود. يعني انت في الوقت ده كان عماد النحاس صح ولا قبليه بسنه؟ قبليه بسنه. فانا كنت برضو لما مستر جوزيجي هو قال لا انت هتلعب في كذا مركز في حته الجوكر دي انا كنت باديها. يعني انا كنت شايف ان فهي دي سلاح ذو حدين. يمكن اللي بيلعبها في مصر كويس شويه كان احمد فتحي. ف دايما كان يخليني العب في الاربعه اللي ورا باك رايت ديفندر. فدي انا كنت بحس ان انا مشتت. لكن هي دايما زي ما بقول لك سلاح ذو حدين. ان انت تبقى كويس قوي مع الاهلي. الدوري ولا افريقيا كان الاول؟ لا بطوله الدوري. بطوله الدوري احنا كنا حاسمينها كانت محسومه من بدري. لو تفتكر كانت احتفلنا في الكليه الحربيه. فكنا حاسمين البطوله من بدري. يعني اوريك صوره كده ترجعك فلاش باك. شايف الصوره دي؟ بص انا الجيل اللي بقول لك عليه كان استاكوزا احمد حسن استاكوزا اسلام الشاطر رامي عادل شادي محمد امير رامي عادل بلال امير كان حسن مصطفى اسلام اهو كابتن اسلام الشاطر. فلا جيل عظيم. وانت مبروز نفسك ايه واخد جنب الدرع مع اني ما كنتش شايف الكاميرا يعني ان هي بتصور بس يعني لا جيل انا زي ما قلت لحضرتك كده اتشرفت ان انا كنت صلاح الوحش موجود. طبعا 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 طبعا. وده بلال اللي جنب منك على طول صح؟ بلال الناس شكلها برضو ما اتغيرتش قوي. شادي ممكن ما اتغيرش وبلال ما اتغيرش ورامي. واللي كان اللي فوق بلال ده كابتن عماد بلال ولا حسن مصطفى تقريبا حسن مصطفى لا حسن مصطفى كان شعره طويل شويه ممكن يعني بس في صوره لا هو ممكن يكون حسن لان في صوره ثانيه انا كنت انا وشوقي وحسن فيها حسن مصطفى بتهيألي هو اللي جنب استاكوزا اللي فوق قليل. ممكن اللي وشه مش باين اللي وشه بس شعره باين ممكن شعره باين بس فانا زي ما بقول لحضرتك ان انا كنت محظوظ ان انا كنت من الجيل ده. الجيل ده كان انا يعني الفرقه لما كانت بتنزل اي حد كان بيبقى موجود انا كنت دايما بيقولوا ان الفانيلا حمراء تقيله في الاول جدا. يعني ايه الفانيلا الحمراء تقيله؟ لا ليها رهبه ليها رهبه من كل الناس. يعني مقوله الاهلي فوق الجميع دي مش من فراغ ده بجد. يعني امتى حسيت انك انت ابتديت تكسر الرهبه دي وتخش مع النجوم دول؟ مين كان قريب منك؟ مين من اللعيبه الكبيره كان ليه دور مع محمود شيكو في البدايات؟ تعامل جوزيه معاك في البدايه كان ازاي؟ لا انا اول مباراه مع مستر مانويل انا ما كنتش عارف ان انا هلعب. فكنا راجعين من المنتخب الاولمبي. كان راجل تركيبته صعبه زي ما غريب جدا حتى يعني هو طريقته وهو بيقول لي ان انا هلعب كانت غريبه جدا. يعني هو كنا راجعين من المنتخب الاولمبي وما كنتش عارف ان انا هلعب. وهو بيقول لي التشكيل لقيت اسمي في التشكيل ووقف فجاه وقام حاطط دايره عليا وقال لي انا ما اعرفكش فارجو ان انت تعرفني بنفسك النهارده. بس فهو كان راجل بصراحه
مؤثر جدا يعني على الكره المصريه. جبنا لك صوره ظاهر فيها حسن مصطفى اهو. حسن مصطفى وشوقي طبعا. شوقي حبيبي وحسن برضو. انا بص برضو كنت ماسك الميداليه ازاي بس عشان هي كانت وقعت فعشان بس اظبطها يعني بس. ونزلت الماتش ده صوره جميله. قال لك ايه بعد الماتش جوزيه؟ اللي هو مستني اتعرف عليه. قال لي كويس جدا وفانتاستيك جيم وفرق. قلت له كويس الحمد لله يعني بدايه كويسه برضو. خلي بالك لما بتتحط تحت ضغط بتأدي بتطلع كل اللي عندك. مين اللي كان قريب من شيكو في الفرقه؟ كان شوقي وشيتوس. شوقي وشيتوس اقرب ناس ليك. وعموما الفرقه دي جو اوضه اللبس زي ما بيقولوا كده مش طبيعي. كان بركات بيعمل حاله رهيبه. كنت تحب ان انت تبقى تروح النادي عشان تتمرن عشان المجموعه كلها كانت بتحب بعض بطريقه غريبه يعني زي المجموعه زي الجيل اللي موجود دلوقتي. ايوه هاخدك للجيل اللي موجود دلوقتي. يعني ابتدينا نحس انه الجيل بتاع بدايات الالفيه هو كان جيل يعني بالتاكيد يعني من اولا نقل الاهلي العالميه يعني مع وجود بقى الاهلي في كاس العالم وانه بدايات تحقيق اول برونزيه وفي الاول دي بيبقى ليها يعني طعم طبعا. احنا النهارده بنتكلم على البرونزيه عادي بس خليني اتكلم معاك على الجيل الحالي واتكلم معاك على التشابه بين الجيلين واتكلم معاك على موسيماني وجوزيه لانه الناس دايما بتحط الاسمين في مقارنه. بس هتسمح لي اروح لفاصل وارجع اكمل كلامي معاك. مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة وبرحب بنجمنا النهاردة ونجم حلقتنا كابتن محمود شيكو. برحب بيك مرة تانية وقول لي أنت كويس في موضوع الأصوات ده؟ يعني لما بتسمع صوت حد تعرف تجيب هو مين على طول ولا ممكن لو بنتكلم كتير؟ لا ممكن أعرف. وأنت بتتكلم كتير مع الجيل بتاعك وفي تواصل بينكم لغاية دلوقتي ولا؟ مش كلهم طبعا مش بس كلهم. فيه لا فيه. طب هتسمع هو صاحب صوت مميز أكيد لأنه هو كان لاعب مميز كمان جدا. قول ألو كده ونشوف هتعرف تجيب الصوت ماشي. ولا لا؟ الو الو ايوه يا ابو حميد عامل ايه؟ مساء الفل. انا مش عايز اقول اسم انا حاطط كابتن شيكو في تيست صغير كده وعايزه يعرف هيجيب الصوت ولا لا. طيب واضح انه الخط اتقطع هنحاول نتواصل مره ثانيه. كان اقربها لك شويه واحد من مدافعين النادي الاهلي عرفته بس كنت عايز اتاكد بس هو جاي معاك يعني طيب خلينا نشوف نحاول نتصل بيه مره ثانيه. تابعت ازاي بقى ماتشات الاهلي في بطوله كاس العالم الاخيره وايه اللي شدك او ايه اللي كان مميز جدا في اداء الاهلي من وجهه نظر كابتن شيكو؟ بص هو الماتش الاخير الاهلي اداه بصوره ومستوى عالي جدا يعني. والله الماتش الاخير ده ظلم الماتش الاولاني برضه يعني الماتش الاولاني برضو يا جماعه ماتش ما يتنسيش ماتش للتاريخ يعني ما يتنسيش بس يعني كميه الضغط. طب قول الو تاني. الو ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن احمد ازيك؟ احمد السيد. كابتن احمد السيد مظبوط كابتن احمد منور الدنيا. منورك يا محمود. ازيك اخبارك ايه؟ كابتن شيكو طبعا منور اخويا طبعا الصغير. حبيبي يا كابتن. ذكريات ايه؟ مش عايز اكبركم قوي يا كابتن احمد بس برضو يعني بقى لها فترة طويلة شوية. يعني شيكو طبعا يعني من الشخصيات المحترمة عرفتها في حياتي طبعا بعيدا عن الكورة. أيوة. هو طبعا لعيب مميز جدا. جه الأهلي في فترة طبعا صعبة كانت فترة انتقالية في يعني تجديد دماء للفريق. فكان كل لعيبة صغيرة فمن الصعب تبقى تتأقلم يعني كل لعيبة صغيرة فكل واحد بقى بيبقى شايل نفسه يعني. ما كانش في لعيبة كبيرة أما اتصعدت كان في معايا لعيبة كبيرة فالواحد بيبقى إيه يعني بياخد خبرات منهم لكن كلها صغيرين دي تبقى صعبه شويه. هو يعني قدر يثبت نفسه معانا وفي ميزه هو شيكو مش في اي لعيب في مصر بيلعب في اي مكان في الملعب. يعني شيكو لعب باك رايت ولعب ليبرو ولعب ديفندر ولعب في كل حاجه في الملعب. ايه اللي ما تنساهوش لكابتن شيكو بس بره الملعب؟ لا ده احنا كنت على طول بس بكسبه في البلاي ستيشن على طول. هو كان وحش شويه مستوى وحش شويه في البلاي ستيشن يعني يا ريت يكون اتحسن بس ماشي تمام مفيش مشكله. لا هو كابتن احمد السيد كان في حاجه بس هو اكيد يعني هو فاكرها. كان في تمرين مستر مانويل جوزيه كان بيعمله كان تمرين مان تو مان. اللعيبه كلها كانت بتخاف تلعب عليه. كان في الموضوع ده هو كان يعني ما شاء الله كان بدنيا كويس فكان بيطلع نمره واحد فيه. فهو مش عارف يفتكر مين بيفكرك دلوقتي بكابتن احمد سيد وكابتن شيكو في سكواد الاهلي دلوقتي يا كابتن احمد؟ لا هو شيكو عامل يعني اكرم توفيق شويه يعني اكرم توفيق هو يعني عارف انت كان مستر مانويل بيحب اللعيب تملي اللي هو يبقى لعيب بيلعب في كذا مكان انت ممكن تعمل تغيير تكتيكي جوه الملعب
تغير بيه تكتيك من غير ما تعمل من غير حد من بره يعني. ايوه فهو شيكو كان مميز في الحته دي، بيلعب مساك، بيلعب ليبرو، بيلعب باك رايت، قعد فتره لعب باك رايت طبعا، بس يعني هو عارف مين اللي خلص عليه في الباك رايت بالباصات بتاعته. مين يا كابتن احمد؟ هو عارف مين اللي كان بيدي الباص. مين يا كابتن شيكو؟ والله كابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه كان يمشي والكوره ما لقيش حد، لو شيكو جنبه مسافه متر. ايوه في ماتش له واحده باص زانه، شيكو يقول له يا ابني انت بطن رجلك عايز تلج مش كده. ده في ماتش كنا بنلعبه في السودان، فانا كنت بلعب باك رايت ناحيه، فكابتن وائل المساك اللي ناحيتي يعني. ايوه فالجو حر جدا هناك، فكل ما استلم الكوره افتح له الملعب باص قوي جدا، فاستلم تبعد، استلم تطلع من فوق، استلم قال له بطل رجلك عايز تلج. استنى مانويل والجوزيه قرب كده ناحيه الخط، فنده علي قال لي شيكو، فانا بصيت له فانا عارف ان انا مش كويس، فلقيته بيسقف لي بيقول لي فانتاستيك، فانا بسقف له قلت له تمام قام عامل لي كده ومش لفيت. بينفع التغيير؟ بقيت انا اللي بتغير بعد 20 دقيقه، انا اللي بتغير. احمد السيد قال لي انت صدقت ان هو بيسقف لك؟ ومين اقرب لك يا كابتن احمد؟ تالي ايمن اشرف يمكن يكون اقرب حد في ستايله لكابتن احمد سيد في الملعب يعني، ولا ممكن يبقى حد تاني برضه، او مغربي مثلا من اللي طالعين؟ ما ممكن مغربي شويه، مغربي ممكن مغربي ممكن ياسر ابراهيم شويه. ياسر ممكن، ياسر طبعا هو دلوقتي طبعا في مجموعه مميزه جدا، كل الموجودين كويسين. يعني في ساعات بيبقى في هفوات كده من الدفاع، لكن هم الحمد لله ماشيين كويس. المشكله بس ان هو المكان ده محتاج انسجام شويه يعني، زي غير المهاجمين يعني، لازم المدافعين دول يلعبوا مع بعض مثلا 10 15 ماتش عشان ياخدوا على تحرك. طبعا طبعا. طب بالمناسبه دي خلينا اسالك، مين الدويتو اللي تراهن عليه في ماتش الهلال اللي جاي؟ هو شايف مين الانسب دلوقتي ماتش الهلال؟ هيلعب ياسر وعبد المنعم. عبد المنعم وعبد المنعم بيقدم مستويات كويسه جدا، واعتقد هو يعني كسب ثقه المسؤولين في الاهلي والجهاز الفني، واعتقد ان هو يعني كون ان هو الاهلي يقطع عرضه ويرجعه يبقى محتاجينه في المكان ده اعتقد. ان شاء الله باذن الله. لا ده احنا محتاجينك هنا في الاستوديو بقى. لا ان شاء الله تنورنا قريب ان شاء الله. ان شاء الله تحت امرك، نسعد بيك دايما يا كابتن احمد. منور كابتن شيكو طبعا، اخويا الصغير طبعا. حبيبي حبيبي. شكرا جزيلا كابتن احمد سيد نجم الاهلي طبعا. كان جامد يعني، يمكن الفتره دي المدافعين في الاهلي كانوا الحقيقه كلهم كابتن وائل جمعه، كابتن احمد سيد، يعني في لغه الكوره هي كلمه بس، هو كان يعني سيرد باك رخم، كان من الرخمين يعني. أيوة لو لعب على فرود لا ما فيش، ما بيلفش. مين يعني الرخم دلوقتي في مصر عموما يعني، مش بس في الاهلي، عندنا مساكين. بص محمد المنعم البطوله اللي عملها دي بتاعت افريقيا ولا بطوله الاثنين؟ الاثنين يعني. فهو يعني ظهر بمستوى كويس يعني. فربنا يكرمه وهو يبقى مين نجوم الاهلي؟ عشان انا احنا كنت بقول لك في الفصل ان احنا يعني كل مره بنخلي الجمهور يختار نجوم افضل ثلاث نجوم من الاهلي في الماتشات يعني، فهعلن نتيجه الماتش بتاع الهلال دلوقتي، الهلال السعودي، بس عايز اسمع رايك، مين اهم ثلاث نجوم من وجهه نظر كابتن شيكو في ماتش الهلال؟ ماتش الهلال؟ ماتش 4-0 بالترتيب ولا عامه؟ يعني قولهم بالترتيب. نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه. خد بالك، بص انا عايز اقول لك يعني ايا كانت الاسماء اللي هتقولها، احنا كل ماتش بيبقى الثلاث نجوم ظاهرين قوي يعني، لما نيجي نشوف راي الناس بتبقى الثلاث اسماء، بيبقى في مثلا اربع خمس اسماء بس في ثلاث اسماء الناس مركزه عليهم. بص جدا، بص هو الفتره الماتش بتاع الهلال ده الفرقه كلها اسمائها يعني، لو دخلتوا على صفحاتنا انا هعلن النتيجه خلاص، فادخلوا على السؤال وشوفوا بنفسكم اجابات الجمهور بتاع النادي الاهلي، هتلاقي مفيش اجابه شبه الثانيه ومفيش اسم بيتكرر يعني. في طبعا اسم او اتنين كانوا متصدرين قوي، لكن كل الفرقه تقريبا اسمائها دخلت في التصويت. بالظبط، بس يمكن هي مصر كلها ابتدت تتكلم على احمد عبد القادر. مصر كلها بتتكلم عليه. ايوه، لان هي نوعيه لعبه بتميل شويه للناحيه الهجوميه يعني، زي كده ابو تريكه. فمصر كلها يعني لعيبه كوره او بيحبوا لعيب الكوره، فهو يمكن مصر كلها تلاقي مختاره احمد عبد القادر من ضمن الثلاثه دول. طبعا انا اختار عمرو السوليه تمام، واحمد عبد القادر، وممكن بالترتيب كده عبد القادر والسوليه، ولا السوليه وعبد القادر؟ لا ممكن عبد القادر وبعدين السوليه الثالث يعني، هو ما بين اثنين، بس انا اختار محمد هاني يعني.
محمد هاني. يعني ممكن كان يبقى حمدي فتحي بس محمد هاني. قبل ما اقول النتيجه، انت في حاجات رشقت فيك مع الجمهور تمام، وفي حاجات كان ليك اختلافات فيها، هقول نتيجه الجمهور طبعا بعد اختيارات كابتن شيكو، بس نقول الو تاني ونعمل تيست لحاسه السمع عندك ونشوف الصوت ده جاي منين وبتاع مين. ماشي الو يا شيكو يا نجم. ايوه ما جابش ما جابش، بس مش الصوت مش واضح لسه. ما جابش. الو علي صوتك شويه. طيب اديله واحده فيها لونجر شويه، فيها طول شويه كده يمكن يجيب. وحشنا شيكو. مسمار نص الملعب. اينو على طول. ازيك يا اينو؟ ازيك يا شيكو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كابتن اينو مساء الفل. حبيبي حماده اخبارك ايه؟ منور الدنيا. سعيد ان انا موجود معاك طبعا، وبتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. سعيد انا طبعا يعني شيكو معاك، وبتمنى له كل التوفيق من الناس المحترمه. انا كبار. انا هو كان لعيب كبير. طبعا. انا بالمناسبه قبل ما اسيب كابتن شيكو معاك، عارف انك هتنورنا الاسبوع اللي جاي يا حبيبي. ده شرف ليا ان انا اكون موجود معاك حبيبي يا كابتن ايه. ربنا يخليك. موجود في بيتي طبعا. طبعا طبعا النادي الاهلي طبعا، والياما دايما احتفلت في القناه بكل البطولات، ودايما الحمد لله الحمد لله بخير ان شاء الله. دايما ده بيتنا الكبير يعني، اللي جاي احلى باذن الله ان شاء الله. باذن يا الله يا رب حبيبي ان شاء الله. كابتن شيكو معاك. ازيك يا لعبتوا مع بعض في الملعب يعني؟ لعبنا مع بعض وضد بعض. لعبتوا مع بعض وضد بعض، انهي اسهل تلعبوا مع بعض ولا ضد بعض؟ لا الاسهل احنا نبقى مع بعض. لا مع بعض اسهل. ازيك يا اينو عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحش. الحمد لله ربنا يخليك. اينو من اللعيبه اللي اثرت في مصر عامه، سواء في النادي هنا او في يعني. شخطه ميسي انت بتهزر ولا ايه؟ الموضوع ده اتشهر هو بيه قوي. لا بس ليه طبعا اجوال طبعا يعني، ما تتنسيش طبعا. هو ما شاء الله. بس هو يمكن طلع مره فعلا قال، انا سمعت له تصريح ان ما بقاش في حد بيشوط فعلا دلوقتي. يعني فعلا الموضوع ده قلل شويه. هو كان بيتميز بالتصويبات القويه يعني اينو. هو لعيب طبعا هايل، بس انا بتكلم على كانت برضه من ضمن الحاجات المميزه عنده موضوع التصويب ده، غير بقى ان هو شخصيه يعني الناس كلها بتحبها بصراحه يعني. حبيبي يا شيكو، ده انت شرف لاي حد يا حبيبي والله. بتمنى لك كل التوفيق. وعايز اقول لك يا احمد، شيكو يعني كان ناحيه تدريبيه بقى يعني مهضوم حقه زي ما بيقولوا. وبتمنى ان انا اشوفه طبعا قريب كده يعني في فرقه كبيره، وده حقه على فكره. وشيكو تاريخ كبير، وكابتن طبعا من ابناء نادي المقاولين العرب، ولما جه النادي الاهلي طبعا خد بطولات وكان اضافه للنادي الاهلي. فشيكو من الناس المحترمه بره الملعب كمان، فبتمنى له كل التوفيق، وقريب ان شاء الله اشوفه في فرقه كبيره في الدوري المحترف. حاجه صغيره كده بره الملعب يا كابتن اينو، انا عارف انت بالذات يعني دونا عن الناس كلها بيبقى دايما ليك التريكات اللي هي بره الملعب دي، يعني حاجه صغيره كده عن كابتن شيكو. لا شيكو على فكره من المعسكر هنا، من اوضه لبس هنا. ركز يا اينو، بلاش المعسكرات عشان الحاجات دي. ركز. لا بس شيكو عايز اقول لك اللي هو دمه خفيف جدا، وبره الملعب يعني من الناس اللي انت تحب تقعد معاها. عارف انت لما كنا بنتجمع في الاوضه في المعسكرات، عشان انت عارف جو الملل بتاعت المعسكرات، فكان في شله كده دايما تقعد معاها. فشيكو من الناس اللي هي ما ينفعش تبقى في قعده وشيكو مش فيها، فاهم؟ لازم هو يديك افيه، لازم يديك واحده كده. فمن الناس اللي هي ايه بتاثر المسافات زي ما بيقولوا، بيضيع الوقت يعني. فشيكو من الناس اللي دمها خفيف جدا بره الملعب يعني. كان مستر جوزي علاقته ايه بشيكو؟ لا هو كان كلنا الراجل بيعاملنا يعني بشكل كويس وبشكل محترم، بس يقوله بقى لو حد قلب عليه يعني. ايه دي المشكله؟ هو لسه 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 شيكو كان بيحكي لنا واحده فانتاستيك دلوقتي. ماتش المحله باين ولا لا؟ كنا في السودان. كنت في السودان. انت ماتش المحله ده جبت فيه جون بتهيألي صح؟ كنا كان ماتش من الماتشات الصعبه. الماتش ده كان يعني يعتبر الماتش ده كان الماتش ال 13 مكسب للاهلي ورا بعض. فالماتش ده يمكن علق شويه مع الناس ان هو كان من المكسب ال 13 ورا بعض. الاهلي فضل يكسب 13 مباراه ورا بعض. فهو الماتش ده كان كده يعني. هنعمل ايه في السودان يا كابتن اينو؟ لا ان شاء الله زي ما اللعيبه عودوا الجمهور دايما ان هم يفرحونا، ان شاء الله هنكسب بامر الله، وهنروح تاني كاس العالم للانديه، ودي البطوله المحرمه. هو الهدف دلوقتي من انك انت تكسب بطوله دوري الابطال، مش انك انت تحقق اللقب، لكن انك انت تروح كاس العالم. يعني حسيت الناس النهارده ما بقتش مهتمه قوي بدوري، احنا عايزين دوري الابطال عشان نلعب في كاس العالم، مش عشان دوري الابطال نفسه.
لا ان شاء الله بطمنهم لعيبه النادي الاهلي رجاله، وفي المواقف الصعبه كمان بيبانوا ان شاء الله باذن الله. وعارف الكلام اللي انا بقوله ده، فان شاء الله بامر الله نفرح زي ما فرحنا الموسم اللي فات بالبطوله، نفرح السنه دي ان شاء الله وتتكرر تاني بقى ونروح كاس العالم تاني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. والهدف والله دلوقتي كمان يعني خليني اقول لك بصراحه انه الناس كانت بتحب بس الاهلي يشارك في كاس العالم ويا سلام لو رجع بحاجه، لكن النهارده كمان الناس بقى عندها هدف اكبر الحقيقه. ان شاء الله ان شاء الله. الطموح دايما بيزيد، انت من الاداء اللي الجمهور بيشوفه ومركز متقدم ثالث عالم ومش اول مره ثالث عالم، خلاص انت بتدي احاء ويعني حاجه كويسه عند الجمهور وطموح اللي لا احنا نقدر نروح ابعد من كده ان شاء الله، هنروح لنقطه اكبر من كده، فان شاء الله نفرح الموسم اللي جاي ان شاء الله. كلمه توجهها الكابتن شيكو بقى وهو معانا النهارده في سادسه. بقول له انت وحشني جدا، بقالي كتير ما شفتوش عشان هو كان مسافر الفتره اللي فاتت، وبقول له انت وحشني جدا وقريب ان شاء الله نتقابل. وانا بشكرك يا احمد طبعا ان انت يعني خليتني اكلم شيكو، كان بقالي كتير ما كلمتوش، وبتمنى لك كل التوفيق طبعا هنا. ده يسعدنا دايما كابتن ايهاب، يعني يسعدنا دايما. سعيد اللي انا كنت موجود معاكم، وبتمنى لكم حلقه جميله. الله يخليك، ميرسي يا كابتن ايهاب، ميرسي جدا. ماشي يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي كتر خيرك. طيب نروح للثلاثه الافضل. الجمهور اتفق معاك في افضل، انا هقول لحضراتكم دلوقتي افضل ثلاث لاعبين في مباراه الهلال السعودي، المباراه اللي تالق فيها. وانا قلت لحضراتكم وانا بطرح السؤال من اول يوم انا واثق انه اختياراتها هتبقى صعبه جدا، تقريبا سكواد الاهلي بالكامل مفيش اسم من لعيبه الاهلي غاب عنها، لكن المركز الاول وبجداره اتفق فيه جمهور النادي الاهلي مع كابتن محمود شيكو، كان احمد عبد القادر نجم المباراه في مباراه في ختام مشوارنا في كاس العالم للانديه برصيد 3 نقاط ضافهم على رصيده. وفي المركز الثاني جه نجم الاهلي المدافع المهاجم، لانه في المباراه دي الحقيقه قدم مستويات مبهره على في الناحيتين دفاعا وهجوما، ويكفي انه صاحب الهدفين الاول والثاني في المباراه ياسر ابراهيم نجم دفاع الاهلي. وفي المركز الثالث علولو بعد منافسه قويه جدا 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 مع عمرو السوليه اللي اختاره طبعا كابتن شيكو، ومع اليو ديانج، الثلاثه دول اتنافسوا بعنف لغايه الامطار الاخيره على المركز الثالث، لكن بفارق كبير بفارق قليل قدر علي معلول انه يحسم النتيجة لصالحه عشان تكون النتيجة عبد القادر وياسر إبراهيم وعلي معلول. وبكده أرقام حضراتكم اللي اديتوها في الثلاث ماتشات، بالميراس أو مونتيري في البداية كان نجم المباراة محمد هاني، في المركز الثاني رامي ربيعة، في المركز الثالث علي معلول. ماتش بالميراس كان نجم المباراة حمدي فتحي، في المركز الثاني عبد القادر، في المركز الثالث أليو ديانج، وختمنا بالهلال عبد القادر وياسر ومعلول. يعني صاحب اعلى رصيد من النقاط في بطوله كاس العالم كان احمد عبد القادر الصاعد الواعد اللي الحقيقه قدم مستويات اكتر من رائعه، ونتمنى ان شاء الله لسه عنده كتير. عبد القادر لسه عنده كتير، متفق معايا في الحته دي انه الولد ده يعني كمان لو رجله اتحطت في الملعب لو قدر يعني. طيب قبل ما اسمع ردك على ده قول الو برضه. الو كابتن شيكو حبيبي، مساء الخير عليكم يا كابتن شيكو، استاذ احمد الجميل. انا مش عايز اقول الاسم بس انا برحب بيك طبعا، يعني بس ندي له فرصه كده. استاكوزا. استاكوزا صح كده كابتن احمد حسن. اهلا بيك يا ابو حميد. ازيك يا استاذ احمد، اخبارك؟ لا والله بص والله. هو الراجل ده رغم غيابه الطويل لكن ما شاء الله، يعني احنا عشان الناس ما تتنسيش حبايبه كتير حقيقي على طول اتصال مع بعض. يعني استاكوزا من الشخصيات الجميله اللي تحب تتعامل معاها، يعني قبل ما يكون لعيب كوره شخص ممتاز يعني مؤدب ودمه خفيف جدا. لا انت كده بتحرق لي بقى. لا انت كده بتحرق لي عشان انا لو شكرت فيك يبقى برد لك. لا بجد هو شيكو من الناس الجميله. اولا انا يعني بشكر القناه ان هي خلتنا نشوف شيكو، واتمنى ان هو يبتدي يظهر تاني لان انا شايف ان هو مقصر مع نفسه قوي، ومن حقه ومن حق الناس ان هي تشوفه، لان هو كان في جيل كبير نادي كبير حاجه اي واحد يحب ان هو يتشرف بيها. فاعتقد ان شاء الله باذن الله دي تبقى بدايه ان احنا نشوفه يعني. وعندي بس تعليق بسيط، انا مستغربه. اتفضل يا كابتن احمد. ده مش شيكو يا استاذ احمد، يعني شيكو قاعد هادي. لا لا يعني ده ما يعني ما تخلوش يطول، ده يعني ده لو طول احسن. لا احكي لي بقى. يعني هو في ماسك كده صح يا كابتن احمد؟ في ماسك كده. لا في كتير، بس طبعا في حاجات ما ينفعش تتذكر. ولكن انا يعني احضرني موقف كده بسيط لشيكو. طبعا هو شيكو من الناس اللي هي دمها خفيف قوي، ووجودها مهم قوي في المعسكرات، يعني المعسكر ما يبقاش ليه يعني طعم من غيره.
يمكن كان في حد طبعا اساء الاختيار في ان هو يرخم على شيكو ويبتدي يستخدم الجل بتاعه يعني كل يوم يوميا وهو يلاقي الجل بتاعه ناقص وكده، فكان حصل بينهم بعض موقف كده. فاتفاجئنا تاني يوم ان شيكو حاطط الجل كله كده واللي هو يعني فورتيه كله يعني. فبدانا نستخدم الجل وكله بقى مبسوط، وبعدين يعني احنا اتفاجئنا ان هو كان واخد الجل بتاع الالتراسونيك بتاع العياده بتاع الدكتور ايهاب وحط اللعيبه كله استخدم وفي ناس فروه راس يا كابتن شيكو. لا هو يا اللعيبه كانت دايما عارفه ان انا اللي يعني كنت بجيب جل كده الصبح، كان بعد التمرين بتاخد شاور وتحط الجل وتروح. فكان استاكوزا وكان شادي محمد هم اللي يعني ما هو خلي بالك هو يعني هو بان طيب، بس الفكره بتاعتهم هم الاثنين. قال لي يا ابني انت بتجيب الجل ما بيقعدش، فكل شويه اجيب ما بيقعدش. قال لي طب انت تروح العياده وبعدين انت وخد الجل الازرق اللي بيتعمل بيه الالتراسونيك. بس فابتديت احطه وكله شغال، كله شغال. اللي اكتشف الموضوع ده بركات الجل مش طبيعي ملمسه. قال لي فحكيت له لان ده ما ينفعش ما تحكيلوش لان هيعمل فيك حاجه. بالظبط. شكرا يا استاكوز، شكرا، شكرين على المداخله دي. انت عايش لكام سنه يا كابتن احمد؟ كابتن احمد لسه معانا؟ طيب واضح انه احنا فقدنا اتصال. بشكرك طبعا كابتن احمد حسن استاكوزا. خليني اخلي معاك بقى كوره شويه بعد ما قلنا اختيارات الجمهور. شايف ماتش الهلال ازاي وشايف فرص الاهلي بعد المستويات؟ طيب كابتن احمد رجع لنا مره ثانيه، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد. لا خالص والله. لو تحب تقول اي حاجه لشيكو قبل ما نختم يعني اتفضل. طبعا يعني انا كنت عايز برضه اتكلم في حاجه كده ليها علاقه بشخص شيكو نفسه، يمكن الموقف ده اول مره يسمعه بعيدا عن الحاجات اللي هي ليها علاقه بالحاجات الفاني وكده. لي موقف معايا انا شخصيا ممكن طبعاً ما يتذكروش اول مره اقول له. يعني انا كان اتذكر اول يوم ثاني يوم ليا في النادي الاهلي، كان طبعا كان في نهايه السيزون واغلب اللعيبه كانت خلاص يعني بتخلص السيزون واغلبهم كانوا خلاص اللي هو بقى اتعاقد مع نادي او حاجه. وكان انا لسه جاي من فريق درجه اولى، فكنت مشدود في الملعب قوي في التمرين وهم كانوا لسه الدنيا كان خلاص بقى كله بيفنش. فحصل موقف بيني وبين لعيب وانا كانت علاقتي بشيكو مش قوي يعني. فهو كان موقفه مع علاقتك بشيكو مش قوي يعني ما تعرفوش بعض قوي ولا علاقتك؟ لا علاقه يعني كان لسه معرفتي بيه من بدايتي اول ما رحت النادي الاهلي يمكن كان اول تمرينتين. تمام. فكان حصل المشاده بين اللاعب دوت وبيني، طبعا انا مش هذكر اسمه. فاللعيب بدا يتكلم معايا بشكل اللي هو انت ليه مشدود قوي وكده يعني. فحصل تاتش ووف شيكو معايا اليوم دوت يعني، كان خلاني خدت عنه فكره ان هو فعلا شخصيه محترمه، لان انا كنت محتاج ده ساعتها. يمكن الموقف ده هو ممكن نفسه هو ما يكونش متذكره. بس هو ايه يعني بما اننا بنذكر عن حاجات عن مميزات شيكو، فهو شخصيه محترمه وانا سعيد لظهوره واتمنى ان انا اشوفه تاني يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد. والحقيقه يمكن شهاده كابتن احمد دي اتكررت من نجوم كتير جدا في نادي الاهلي، يعني واضح انه يعني محبه الناس طبعا دي بتبقى نعمه كبيره جدا من عند ربنا. لكن يعني برضو في ظل وجود منافسه في فريق كبير ورغبه في انك انت تبقى، وطبيعي ان كل واحد بيحب نفسه ونفسه ينجح ونفسه يبقى الاحسن ونفسه يضمن مكانه، مع وجود روح المنافسه ما بتبقاش العلاقات. لكن في اوضه اللبس الاهلي بتهيألي غير، وواضح كمان انه كابتن شيكو كان محبوب زياده عند كل الناس. يعني الحقيقه ما حدش لما قلنا ان شيكو طالع معانا كل الناس الحقيقه يعني بتحبك جدا، بكلامك جد والله مش مجامله على هوا. لا هي زي ما قلت لحضرتك، هي المجموعه اللي كانت موجوده او اي حد بيدخل النادي الاهلي هو بيتكسر، بيبقى في حاجز دايما، انت بس بتبقى مشدود شويه. لكن انت لما بتتعامل وبتتعامل بطبيعتك مع كل الناس فبتحس ان الناس كلها اخواتك جوه يعني. رجعت مصر واستقريت خلاص؟ ان شاء الله. انت ابتديت تدريب في الامارات صح؟ قعدت سنتين في نادي الوحده. وقررت تكمل مشوارك التدريبي هنا في مصر باذن الله؟ يعني ربنا يسهل كده ان شاء الله وابدا هنا. طيب خليني اسالك سريعا بقى عشان احنا يمكن الكلام على الكوره ما كانش كتير، بس رايك ايه في ماتش الهلال اللي جاي في بدايه مشوار الاهلي وفرص الاهلي في التتويج السنه دي ببطوله بطوله دوري ابطال افريقيا؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك هو النادي الاهلي دايما ما يتخافش عليه، النادي الاهلي دايما يعني معودنا على المكسب. الجيل ده بيفكرك بالجيل بتاعكم؟ لسه زي ما قلت لحضرتك ان الجيل ده كسكواد متكامل بالناس اللي موجوده بره. يعني انت دلوقتي اي حد بيبقى من المجموعه بتدخل ما بتحسش مين بيلعب مين.
مين اساسي مين احتياطي؟ موسيماني عنده المقاومات اللي يكرر بيها مشوار مانويل جوزيه؟ ده انا دايما يمكن كنت بقولها ان ده الوريث الشرعي لمستر مانويل جوزيه. كابتن محمود سيكو نورتنا وشرفتنا وسعداء انك انت رجعت مره ثانيه لبلدك وظهرت على شاشه الاهلي، بيتك طبعا ومكانك ومطرحك. بشكرك جدا على وجودك معنا. ربنا يخليك، واتمنى تكون استمتعت معنا وقضيت معنا وقت لطيف. انا يعني اتشرفت ان انا كنت موجود مع حضرتك وموجود زي ما انت بتقول يعني في بيتي النادي الاهلي، ومبسوط ان انا كنت مع حضرتك. كل التوفيق ليك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا مره ثانيه، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. والحلقه بكره هتبقى السادسه على شاشه الاهلي بلون ازرق، نطرح على حضراتكم فيها ملف فريق الهلال السوداني من الهلال السعودي للهلال السوداني. الأهلي يواجه الأبطال، دايما هو ده قدرنا. وهنتكلم الحقيقة على كل مواجهة ومناسبة الأزرق في الأزرق، لأنه الهلال ده أزرق والهلال ده أزرق. سموحة متقدم على الزمالك لغاية دلوقتي 2-0، الزملاء بلغوني ولسه فاضل يمكن دقيقة في عمر المباراة. على كل الأحوال نتمنى موسم ساخن، مش عايزين نبقى بنلعب ولا نغرد خارج السرب، عايزين منافسة، وعايزين كل ما المنافسين يبقوا يعني في أحسن مستوياتهم ده بيخلينا نطلع إحنا كمان أحسن ما عندنا، وده في النهاية في مصلحة الكرة في مصر ومصلحة المنتخب المصري. بكرة إن شاء الله نفرد ملف الهلال ومواجهة الأهلي والهلال السوداني إن شاء الله يوم الجمعة. بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير، نتقابل دايما على شاشة الأهلي إن شاء الله.